يا رب حد يجاوب. ايه الحلقه نزل عندي. ايه جواله؟ طيب مو جواله يا اخي، قاعد اشوف حاجه. لا كلمه يقول في تبغى تشوف البيان المشترك؟ البيان والله والله ايش اسمه ابو محمد. تنبيه المشاهدين عشان اللي يتصل ان شاء الله علينا ويمسك معاه الخط ويفوز يحضر رقم الجوال عشان بعد ما يروح للكنترول ياخذون منه رقم الجوال فورا. يعني يحضر رقم جوال عشان استلام الجائزه. بس في انا عندي ملاحظه على الكنترول. يوم تتصل اختي، يوم تتصل على البرنامج قالت لي ملاحظه، قالت اني تقول اني انا ما اسمع صوتك. ليش؟ لاني قعدت اسمع الكنترول بنفس الوقت. تقول اسمعهم كلهم يسولفون ازعاج مره، فتقول نص التركيز مع الكنترول نص التركيز معكم. فلو الاخوان بالكنترول يشوفون حل يعني مع ذلك كل اللي اتصلوا علينا فازوا. هو من تحدي يقولون هذا راح فايز مدخلي. مع ذلك خلاص نسيت اغسل اغسل على برنامج ثاني. صحي معليش انا اسف. يقولون الشباب سلمت على امرك. يقولون قبل ما تخش على الهواء يكون كذا، بس هل يكون يمكن انتم تنسون ما تقفلون؟ ومع ذلك لا زال كل من يتصل علينا يفوز الحمد لله، حتى اللي ما يمسك خط طيب معه يفوز. وناخذ اول اتصال. السلام عليكم، من معي؟ السلام. بسمة من جيزان، حياك الله اختي. بسمة ايش اسأل؟ قلت تسمعين صوت ازعاج؟ خلينا نحجر خايز. بسمة هل انت تسمعين صوتي فقط ولا تسمعين معي اصوات ثانية؟ لا صوتك. صوت فقط، جميل ممتاز. طيب قبل لا تسمع. حلو. الو تكفى حر. الو ايوه تسمعيني؟ حر ايوه. اختاري ريالتي شو ولا تعرف على الصوت ولا قوة التركيز؟ ريالتي شو. جميل ريالتي شو، يلا خلينا نشوف ريالتي شو. ودي السرداب. بس خل كلام. السلام عليكم. اصبر راح يمين. لا ولد فيصل الدم عليه مش لا لا امسك 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 امسك. وحش نزق نزق نزق. يلا 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 طلع مش نوم 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 نوم. وعه يعني شيء ولا هذا يوصلنا امجل يوصلنا. منصفكم انتوا ولا شعلكم يا ربي. الله العظيم ما عاد فيه رجال. اختي ابتسام لمن كان هذا الحق؟ بسمة لمن كان هذا الحاشي والسبب هذا اللي كان السرور ممتاز. ممتاز الف مبروك. مبروك يا بسمة لك. ها الله مبروك. وانا احس انه كثير من المشاهدين ما يحتاج يعني تغشيش. تلميح قصدي. تلميح اي نعم. لكن ودي انا يا رب يجي اتصال. انا عندي سؤال. ايش يا رب يجي اتصال؟ عندي سؤال. وهذا اللي قلت لك وش لا انا عندي سؤال غير السؤال هذا. وش سؤال في بالي؟ عرفت انت؟ عرفت. توقع؟ يا رب اغيره. يا صفريكا. يلا تقول لي ايش؟ تقول لي ايش صار في الاتصال؟ يسمعون المخرجين والمعدين. ايه لا ما شاء الله تبارك. تقول ما في صوت. وش بس يقول خلاص بس يمكن ذاك اليوم نسوا ترى اللي يسكرون. شفت الناس اللي تقدر يقول ذاك اليوم كنهم نسوا. ايه والله في احتمال وارد. فازت اختك؟ فازت ولا ما فازت؟ لا الا فازت الحمد لله. انت عطيتها 500؟ لا بس انا اللي اعطيتها الهديه مو بنتو. انتم طلع على اسم نورها الثانيه. عجيب. اي خاص بخاص طلعوا. لا بعد 500,000 بعد استثمرت ولا قريتها؟ سلمتها والله ما عطتها. شوف تصدق نظر هن والله الى الان ما اقنعتها بالاستثمار. انت لا تستثمر شمس شمس نور نور. شوف لا تستثمرين على 100 ريال. بسم الله. لا تستثمرين ما عليت منه. استمتع بقى عندك سعيد واشتري اكسسوار وسوارسفلكي. شو اسمه؟ سوارفسكي. 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 وش سوارفسكي؟ والله سوارفسكي. سرور وش سوارفسكي البطه السوداء عندك؟ وش سوارفسكي؟ بثبت لهم ان في اكسسوار كذا سلسال فيه بطه صغير كذا اسود حلو طبق. البطه هذه اسمها في معلومه هنا مره مهمه. سوارفسكي. ايوه الحين شو تسوي؟ انا شفت تفاح جوا مويه. وش قصه المويه؟ صحيح انا بثبت بس انه في طبقه بلاستيكيه وغراء موجوده على التفاح. انا شفت المقطع هذا لكن تثبتها انها صحيحه؟ اي لا تثبت ان كل الفواكه كذا. ما هو ما قال شيء بس بيثبت لك قدامنا. خلينا على بالك تسوي التجربه يا سرور. معك هنا من اليمن. اوه انعمك. مرحبتين. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اخت هنا من اليمن يا مرحبا فيك.
عندنا الأربع خيارات، عارف المسابقة. كيف الحال؟ بخير الحمد لله. عارف المسابقة يا أخت هنا؟ أيوة أيوة عارفة. طيب يلا اختاري أحد الكور اللي موضحة عند الشاشة. عند؟ حلوة. أيوة عارفة. يلا اختاري. قوة التركيز. قوة التركيز. يلا نشوف قوة التركيز. امسك شوي وسخ ثوبي. واحد قابلك ومع ايش؟ عصا. عينك بالشيء الصدق، خل فك مدري ايش واكسر رجله. كلامك صحيح، كلامك صحيح. يلا. واحد قابلته مع عصا مهبول. عجره 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 مع دبسه مهبول. ايش تبي تسوي به؟ شوف بيضربك. مع عصا ايش تسوي به؟ طير طير. اي فلوس منزل سلم. حب يدك وروح. خل اسوي كرتين، ابك سريده، ابك اكسر العصا. اكسر الحديده. روح اكسر. روح. لا لا تعال. لا وعلى لا طش السالفه وتروح. تعال تعال. وقف هنا وقف هنا. تكفك من اسمع اسمع اسمع. لا طش السالفه وتروح. لا سمحت. دقيقه باقي واحده، باقي واحده. مرحبتين يا اخت هنا. لا تضحك. لا والله ما اضحك، بس عندي معلومات. اخت هنا شفتي سعود؟ شفتي سعود فهد كان لابس ثوب وفيه رقعه لونه مختلف، وش لون الرقعه هذه القطعه؟ ملك الالوان. اسود اسود والف مبروك. اسود يا سواد الليل يا لون المسكي والعنبر شبيه المشتري واسأل يا أسود. عندنا اتصال؟ يا لون المسكي. أيوة عندنا اتصال. إيه معنا اتصال. منيرة من المدينة سعد القحطاني. متصل بس. طيب ألو السلام عليكم. من المدينة ما فيها منيرة واحدة. ألو السلام عليكم. معلش أول مرة أسوي الحركة هذه بوقف. مو منك والله، من الكابل على راسي. لا لاني شارع ماسك المعلومات. برجع لك انت معلومات الحين. منيره السلام عليكم. مدينه من المدينه. منيره اميره 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 والله نهياها. استغفر الله. اميره والله نفس الكلام. الو السلام عليكم. نفس التصحيح. الى اللقاء. وانقطع. نوره نوره اخر كلام يا اخي. نوره السلام عليكم. تلومني يا نوره من الرياض. نوره السلام عليكم. هلا نورة، كيف حالك؟ مجيئك. طيبة مبسوطة؟ مجيئك. إيش شنو؟ وش شو تقول؟ مجيئك. تقول مجيئك. لا تقول مدينة الظاهر. روح وقف جنب. من وين تكلمينا يا نورة؟ مجيئك. روح وقف جنبه. شو تقول ذي؟ أبي مجيئك. أعطيني مجيئك. أعطيني مجيئك. روح هناك تكفى. أعطيني مجيئك. قوية في حقك. لا 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 مو بقوية، لا والله مو بقوية. أعطيني مكياج. تسمح لي. ما وش تقولها بالمدينة؟ تقولها بالمدينة. أعطيني مكياج. مدينة يا نورة. تقولها بفوز. مكياج. طيب أعطينا واحد كبير نتفاهم معه شوي، عندنا مسابقة. ألو. ألو السلام عليكم. مجيد رح كلمة. وعليكم السلام. حياك الله. من وين تكلمينا؟ من الرياض. من الرياض. شو اسمك؟ نورة رشيدي. نورة حياك الله يا نورة. نورة عندك الكور واضحة قدامك، اختاري منها. اسمي نورة رشيدي. ونعم يا نورة. نورة عندك الآن الكور رياليتي شو، تعرف على الصوت قوة التركيز. سؤال، شو تختارين؟ أبي شاور بيت. ألو. إيه حنا شاور بيت حنا. ألي تبي اختار لي تبي. إيش تختارين؟ إيش؟ إيه يلا رياليتي شو ها؟ إيه رياليتي شو. محمد عثمان وين الخواج؟ ركز يا. نشوف الرياليتي شو. 15 يوم اول مره اشوف واحد قدامي يقول معصب معصبك يرفع صوته. تعال محمد معصبني والله. تعال محمد تعال اجلس. يرفع صوته علي. قضيت عبد الله؟ لا والله ما قضيت. انا خلي واحد يقضي. عبد الرحمن. عبد الرحمن بس انت لا تراخش بالموقف. ما ناقش الموقف. اجلس دقيقه بس. اجلس كنت اتكلم بسلوك. تثق في تثق في. اجلس اسمعني. انا كنت اكلمك. لا لا تكلم بالموضوع. اص خليني اتكلم بالموضوع. تكفى لو سمحت. انا ابغى اشارك زيك يا نوره. هلا. السؤال، الخلاف كان بين من ومن؟ هلا. السؤال يقول الخلاف كان بين من ومن بسرعة؟ محمد عثمان والخواجي. مبروك. المبروك. المبروك. سعد 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 الغرض كبكب يقعد كبكب من طالع من التفاح. ايه صح. ايه انت بنت انت. شلون جيكم؟
حاولت انت بدك توصل تو جزمه جديده والله ما شاء الله ما عاد تحركت عيالي دقيقه ما عاد تكفى لا اصبر يمكن نذوب تفاحه ثانيه اقول لك بس يبغى له حق التكشير مو باليد لازم حق التكشير تقشر معك يا رجال وحاط مويه حاره انا بعلمك حاجه طلعت بعلمك حاجه ساقوله انا والعلم عند الله ان اصلا التفاح كذا من الله سبحانه وتعالى اذا دخلته في مويه حاره طلع غرة طلع الغرة هذا لا 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 لا, لا بعدين اقول لكم انت راسك وذلك بالاضافه للمعلومه ان قالوا ان هذا طبيعي اصلا الشركات لازم تسوي عشان إيه عشان تحفظ المواد الحافظه من مواد من المواد الحافظه زي اللي حاط بالاشياء يا لجوزي قل لا اله الا الله صل على النبي لا لا دقيقه بقول والله العظيم قل لا اله الا الله ناكل منيره من القصر بقول لك شيء والله لو احط اصبعك هذا بمويه حاره والله اني انصلخ كذا بينصرف راسه ذلك مو غرة كتاب خشم هلا وش اسمها؟ منيرة من المدينة السلام عليكم شلونك يا منيرة؟ الحمد لله تمام انت كيفك؟ يا ربي لك الحمد من وين تكلمينا؟ من القصيم يا هلا وسهلا بأهل القصيم طيب يا منيرة عندك ريالتي شو تعرف على الصوت قوة التركيز سؤال اختاري ريالتي شو قوة التركيز ريالتي شو اختاري ريالتي شو اوكي نروح نشوف ريالتي شو تعال ها دقيقه شيل يدك اصبر شيل يدك ايوه اشكله ايش من تحت قعد لك حمى هلا بالمسجد اصبر استغفر الله يا دبس يا منيرة ايوه ماذا كان يبحث عنه فارس البشيري ومفلح المشعل الله يذكره بالخير كان بيخرجوا كتاب يا سلام والف الف مبروك دخلت السحب اليومي والسحب النهائي الله يذكر مفلح بالخير طبعا انا وياك ندور كتاب عشان تذكرون النهائي لا أجل. هو طاح كتاب وقاعد اطلع ليه حلو المهم طلعت الكتاب قلت جميلي في بطنك زعل اذكر سالفه جميلي ببطنك ورا كانت لا تعطيه جيب يقول لي انا كان قلت العلم نور كنت اجي مساعد حماد الله يذكره بالخير يا جيت بس قويه كذا جيت بطنك لا جيت ابغى واحد كذا مثلا خلاص انا حاط فراسي واحد كذا خلاص انا بضحك تعال مساعد مو بحط تبغى تنهيه ابي انهيه اجي مساعد ما عنده ما يقول لك لا يجي معك مره تعبان طلعت اخر نص ساعه في البث بس ايوه حلو أنا طلعت زي كذا عبد المجيد قاعد يحوس وانطالة زي كذا شو اللي جاب عبد المجيد معانا انا ومساعد ما معنا ولا مايك تخيل فاصلين عن المايك وفاصلين عن مساعد جبنا عبد المجيد مايك ما يفصلونه فهمت صرنا نسحب المايك حقه خلاص اخر نص الحين انتم جايبين عشان مايكي لا انا جايبك قول لهم جميل احنا لازم نكون عشان العلم البايك لا يوقف اذكر السالفه ذي ما كانوا جايبين عشان المايك وقف المايك لانه انقسمنا فريقين مايكي منه ذا كمل السالفه يا قلبي اسلم انت خلصت اي صح رجلي كتابك ما تتحرك اصبر انت يا الله على اساس انت تحتاج اقسام غنت علك تبك لايك بخور لايك شو عند الاستيكر حتى لصق ابو وجهي حطك في الربره والله صار رجال عادي انا اشوف والله انا بس وين التفاحه وين اظهر وين التفاحه شوف لونه حتى صار لونه تغير والله اخضرت اخضرت صدق ايه والله لا تلوم هذه ايش استوت صارت وش ناجح نجحت انت اللي تركش علي والله اي والله هي والله اسمع هذه لا تلوم شهبت يا ابوي والله شهبت والله ما لوم طبخت راحت بيت كوسه طبخت اي والله يا تخربت ايه طبيعي انا عبد الرحمن من مكه منيف الان منيف ايه اربع الو يا منيف الو مع مجيد يقول كلمه عبد الرحمن مكه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله يطول لي بعمرك يسعد لي صباحك كيف حالك هنا يا جماعه خذوا الكاميرا هذه خذوا الكاميرا اخوي عبد الرحمن بس خليك معي ثواني هنا 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 هذه اللي فوق يا جماعه الكاميرا العلويه هذه انا ابغاها
أهل مكة كذا ما يجون إلا ينزلون من سماء. أيوة بس بيض الله وجهكم. جميل حبيبي عبد الرحمن. مرحبا عبد الرحمن، كيف حالك؟ خير الله يعافيك. الله يطول لي بعمرك. زحمة عندكم مكة الآن؟ اي والله زحمة بالله. لا تنسانا والدينا من دعواتك باخر ساعة من من من, من يوم الجمعة. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الله يطول بعمرك. بكرة بتصير بالحرم بإذن الله. بإذن الله الله يكتب لك الأجر طول العمر. اختار معنا واحد من الخيارات طول العمر. وياك اخوي ايش الخيارات المتوفرة؟ عندك أربع خيارات. رياليتي شو، تعرف على الصوت، قوة التركيز، سؤال. قوة التركيز. قوة التركيز، اسمع معي طول العمر وإن شاء الله انك فايز. لا تشيل هم، أنت بس روتين بس زين. طيب بنفس الوقت أنا اسمح لي اسمح لي اسمح لي أمنحك لقب ملك الابتسامة. الله يجزاك خير. والله شوكولاتة. لا خلينا نسمع اللقب. اسمح لي عشان شوف. بس عفوا نبغى نطق حق الشوكليت هذا، كيف تنطق أنت؟ والله أنا ما يتي ما شاء الله عليك أنت الكلوجي. ماني والله طبعا زيها 4-5. بالله ما يستحق لقب ملك الابتسامة. أنا اليوم لازم يا شباب أنتم، يا أخي أنت كل مرة تقعد تسوي لي كذا أكشن وتحرجني. اسمع جي عندكم جواب عاطفي. حلو أنا لازم أعوضكم. حلو احنا أولكم الدكتور ماجد. الله لا معليش معليش دكتور اعذرني. يبي الحلال يا زين يا زين الدكتور ازيكم يا انا شماني دكتور. لا لا الدكتور في قلبي. طيب دكتور بعدين تغار يقول رايي بسم الله. ما دخلت بك. الله عليك راجع. والله ما اعرف هذه الحركات، يمكن قله الرجال اللي قد زي كذا كلوني. حبيبي مرحبا يسعد لي مساك. معنا الى الان بالخط صح؟ ايوه معك. طيب ما هو اللقب الذي اطلقه مخلد على الاستاذ ماجد الغامدي؟ كيف لغتك الانجليزيه؟ كيف لغتك الانجليزيه؟ فيك تقصر، فيك تقصر لي، فيك تقصر لي على صوت التلفزيون، تسمعني من التليفون؟ طيب طيب معك كلام تعني بالله. الاجابه ملك الابتسامه، قلها ملك الابتسامه بس. ملك الابتسامه. يا سلام ويسعد لي مساك. تريليون مبروك يا جماعه، اصعب اتصال اخذته بحياتي. طاح الوزن. طاح الوزن انك تعبت. والله طاح الوزن وجهك صراحه. لا انا عارف ان الدم ينزل، ليش ترتفع انت؟ اهل مكه، اهل مكه كل شيء يروح يسلم عليهم، كل شيء يرتفع لهم احترام وتقدير. الله لا نعم الله. بس حبيت اقول لكم ان اليوم الله يستر. الله يستر. ما ندري الحين مجيد وين راح يروح، لان الاتصال الجاي معاه برضو. نعم يعني شوف الحين اقول لك بالله والله خلينا نفكر مكاني. انا افكر لك دقيقه. مكان جديد لحظه. طب قول لا اله الا الله. والله لا افكر لك. نسوي بسرعه قبل ما يجي حركه جديده. تبي موقع كذا مره مره موقع غريب. اذا هو حلو الموقع والله موقع اليم. انا متاكد ان اقارهم هذوليك ما يعرفون شيء. من هو اللي شباب؟ ايه شباب بالله اجلس هنا. وش غاز انا؟ لا لا اجلس اجلس في الكاميرا انا وياك. انا بجي انا بجي جنبك بس خليني. ايوه تعال. فيكم فيكم ايوه في واحده ثانيه كمان. لا 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 بس هنا. الله عليك بدي افصفص. من وين افصفص؟ السلام عليكم ماجد. هند من استراليا. حبي هو تحداك. هند مين؟ مين معنا يا جماعه؟ انا ما قدرت امشي عيال. امين علك؟ لا بدور 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 من الباحه. بدور من الباحه عبد المجيد. من الباحه تفوز ان شاء الله. ها تفوز. ايه هذا عمرك. بدور من الباحه السلام عليكم. بدور تسمعين عشان ما في شبكه هنا تصدق؟ والله لا مو كذا. راحت صارت من حايل. فاطمه من حايل. فاطمه من حايل. يمكن عشان نحول العلم الغانم والكرم. حياك الله يا فاطمه، كيف حالك؟ ماخذ دله ولا فيك الحمد لله. الله يطول بعمرك. فيك تسالها كيف الاجواء عندهم؟ لا اعرف انا صدق بالله اسال. كيف الاجواء عندكم؟ الحمد لله سهل. جميل. اختي اختي فاطمه انا بلعب معك مسابقه غير. انت عندك تلفزيون؟ عندك تلفزيون الان؟ ايه. طيب ابغاك تطفين التلفزيون. خذي معي خذي، نبي نسوي مسابقه جديده. طفي التلفزيون. لا يمكن خلينا نتابعه. قولي روح ابعدي عن التلفزيون. وشلون؟ انطفيت. طيب ترى بيني الامانه اوكي؟ طيب الحين نبي نسولف، بعدين بقول لك من هو اللي يسولف، سرور ولا عبد المجيد؟ حلو؟ طيب يلا يلا. انت قد زرت حايل قبل كذا؟ وش زفه؟ اذن ايوه قد زرت حايل انت قبل كذا؟ من اللي قال قد زرت حايل؟ سرور. طيب اصبري هذا 50%. يلا الحين مره ثانيه، الحين انا بقول انت قد قرت سايز قد قرت
قد زرت هايلاند قبل كذا؟ من اللي قال تو الكلمه ذي اللي تو؟ يسعد لي مساك. طيب يعني فاز اول شيء؟ مبروك. ما معنى خاسر باذن الله. الف مبروك صفقه. ترى عرفت منقهر منقهر عشان صرنا نطلع اماكن جديده. ايه انا جاي غيور. جاي بس شو يبغى ذا؟ ملي منقهر. لا 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 منقهر. ملي منقهر. ملي منقهر. ملي منقهر. قضينا حبيبي. داش ترى قرعه. استغفر الله. قرن لا تلعب بالنعمه هذه. لا لا ترى تقليد. تراها تقليد. اي تقليدي بس لعبه. انا بس انه ولا في ناس في اطفال يشاهدون ما يدرون انها لعبه. صادق والله. في اطفال يشاهدون. يا اخي لعبه في ذا. ايش رايك؟ صدق اللي طلع طيب. طلع طيب. وش اللي جاب خطا؟ ايش؟ تكلم يا احمد. احمد تكلم. ايش يقول؟ بالله ايش يقول؟ شو؟ انت ايش سالته؟ سالنا سؤال. طيب لا يعني قبلها قلتوا شيء قبل السؤال؟ لا لا ليش؟ ما ادري ايش يقولوا خطا ما ادري ايش. لا مو بخطا. لا مو بخطا. والله انت فوز. وش السؤال كان؟ كان جواب بعد امر الله سبحانه وتعالى. وش السؤال؟ سؤال من هو؟ صوت سرور ولا صوت عبد المجيد؟ اللي قبل شوي. اي السؤال. اي اصوات انسان. احنا بشر. احنا مسلمين. احنا ترى احنا مسلمين. صحيح. ترى احنا مسلمين. وش ذا يا احمد داود؟ احمد داود ترى واحد فاضل فاضل. وش العلم البايت ذا؟ عشاني انا عبد المجيد الفوزان غايب امس حطوا حروته. طيب سرور اخوي في الاسلام ترى. تكرم تكرم. فكني على احمد داود يا شيخ. فكني على والله انت فوز. والله انت فوز. تفوز. اللي جاب الصحيح وش كان؟ صوت سرور. صوت سرور. ليه؟ حسيتوا انكم لخبطتوها انتم ولا ابدا؟ لا لخبطوها. مسلمين ترى احنا نقول لا اله الا الله. ما صبيت رمان بس ما حسيتوا. صل على النبي. بس قول لهم فاز. قسم بالله استوى البيض اللي عليه. والله خلاص. حلوه تصدق؟ والله تصدق حلوه من راس الجير. لايك 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 لايك. والله قن في واحد اثنين عين روس. بس تضمين ها؟ تأكد لي من الأخ أحمد فازت. فازت. بالله 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 أحمد. بالله أمانة. شكرا شكرا. أسير من مكة. دقيقة حرك راسك. على الفاضي. حرك راسك. على الفاضي. أسير كيف حالك؟ أسير من مكة. السلام عليكم. في فضاء والقير. ألو السلام عليكم. الحمد لله. السلام. الحمد لله. كيف الحال؟ تمام الحمد لله. انت اسمك اسير؟ تمام. اسمك اسير؟ ايوه اسير من مكه. على راسي اهل مكه من فوق. طيب يا حبيب قلبي انت يا اسير عندك تعرف على الصوت ولا قوه التركيز؟ قوه التركيز. قوه التركيز. يلا بدعس كلتش معلق على واحد. لا 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 اصبروا صبرت قلبي عنكم فأجابني صبرت قلبي عنكم فأجابني صبرت قلبي عنكم فأجابني. الله روح. الله استعجل في الدار جاء. لا تضرم يا لا تضرم. أسير. ألو. أسير. هلا. حبيبي. كم إبريق فوق محمد مكي؟ كم إبريق فوق محمد مكي؟ كم إبريق؟ كم بريك؟ كم بريك؟ ثلاثة. إجابة صحيحة. سعد سعد بالله بالله حط ظهرك ورا. في نقطة بس معلش. بس دقيقة خلي سعد يحط ظهره ورا. سعد سعد حط ظهرك ورا. يقول تسند تسند. يلا حط ظهري حط ظهري. لا بالله لا. حط ظهري يلا. ما يبغى والله. أنا لفت بالله يا رجال. خليني أقول اللي عندي. يا رجال يا رجال. حط طري بس. دخلونا يا تكوي بس. والله حلوه. وزعوا لنا فيصل علي. اجل علي. لا لا والله ماني مزعلان. والله حط ظهرك ورا. خلاص حط ظهرك ورا. لايك. اي حط ظهرك ورا. من زعلان؟ من زعلان حط ظهرك ورا. لا خلاص ما بلا حط ظهرك. ماني بحط ظهرك. توكل على الله. يا اخي ما بحط ظهرك الاول. خليك على الثاني. لفت نظري حاجه يا شباب. اسم المتصل اللي بيجي شوي. ايه اسير. اقول له ما ابغاك. اسم المتصل. تكون على الثاني ابغاك على الاول.
تعدل حلوه تصدق لي الثاني حلوه الاولى الاولى الثاني قوي والله اسلام وش اسير اسلام 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 غفر الله من اللي قلت ايش في صوت ايش في اسمه اسير الاسم يجي يطلق على انثى ويطلق على زي شمس زي نور بدر زي بدر بدر صح سجى لا مو بكذا هي والله سجى انا اعرف رجال سجى والله اسمه سجى والله العظيم انا اعرف شخص اسمه فاتن حنين كان فاتن على طرف الثاني انا فاتنه حنين. هذه الأنثى حنين انت مو اختي باختبار انا كنت تسالني كذا حنين والله حنين فاتن والله حنين عندنا الوزاره بدر اي وزاره اي وزاره شغال في وزاره والله عندنا وزاره وزاره الدوله كويس شغال في وزاره قسما بالله العظيم اني استحي ان اذهب اسمه فاتن حنان حنان حنانين دقيقة حنانين اسمه حنين 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 اسمه حنين حنين اقسم بالله اسمه كذا يجينا انا في إدارة يجينا اسماء الموظفين كويس حنين وانا اعرف الإدارة الحين الوزارة عرفناها حنين انا اعرف واحد اسمه ربع عاد لا عاد بدون سوكات بدون لا لا جد جد دقيقة جد بدون فريق لا ماني بقدر امزح والله يا سعد يا اخي والله صاير نفسي ما حد لا قسما بالله قسما بالله من يوم ما صرت غير تغيرت قسما بالله حلو يا سعد اضحك والله ما يبزين يلا تصدقون عاد انه اسم دانيال او دانييل دانييل اسم نبي اي صحيح وتقدر تسمي فيها انتنا دانييل الروقي دانييل البشيري دانييل هي لانه اسم نبي اصلا تسمع لك الاحوال تسميه بالاسم هذا الاحوال تسميه اي ما دام اسم نبي اتوقع انه تسمع رفاء لانه كان واحد يقرب لي اسمه دانييل كانه كذا صادق والله معك رفاء انا براك يقرب لي ريتاج ادري يا عم رفاء اتوقع براك مرحبتين السلام عليكم وعليكم السلام على اسم ريتاج او ريفال عليكم السلام على اسم ريتاج او ريفال ريتاج ارفع الصوت شوي بس اللي في الاعداد عندنا مو بنتهم طيب يا ريتاج طيب معنا باقي ثلاث خيارات معك اللي هي تعرف على الصوت ورياليتي شو وسؤال رياليتي شو طيب نشوف المقطع ونرجع مع بعض أخت ريتاج أيوة الشباب كانوا ليش يضحكون عشان مخلد مبارك وش مسوي هذا إيش طيب المايك مقفل يا سلام عليك إجابة صحيحة ألف مبروك إجابة صحيحة معنا لا صدق الضحك ذاك عشان المايك طافي ايه بس يمكن قبلها اصلا في يقول كعادته كعادة شكل معود دائما المايك طافي هلا في حاجه قبلها والله العيال مره مخلد سعود غربي مخلد الشراري مخلد مبارك مخلد مبارك اي هو مخلد الشراري سبحان الله ذكريات زد رصيدك كل سنه عن سنه تتغير هم اي سنه تبدا تنسى هم الخامسه دور الخامسه هذه الخامسه السادسه العيال شي ثاني انت قدمت في خمسة وستة أربعة خمسة ستة كان لك فقرة فقرة ميزادك ايش اسمه؟ ميزادك اي نعم بس من الميزان تغير والمزاد يتغير المسمى هو كان اصلا المزاد اسمها المزاد كانت في زيت كانت المزاد أربعة أربعة وثلاثة ثم تغيرت في أربعة خمسة وستة غيرها ميزاد ميزاتك ولا ميزادك ميزادك من المزاد ومن الميزان خلطت صارت ميزادك تكليجة يعني ما أدري أحس أنها تكليجة هي تصير كذا يعني طلعت حلوة عبارة يعني معروفة الميزاد لا حلوة والله ميزاد مزاد الله يقويك والله يا رب يا رب من إبداع إلى إبداع طبعا يا رب وتقول لي السنة الجاية بدخل بقيور والله تتميز فيها بفقرتك والله تميز فيها الحمد لله أنا يعني الحمد لله سلمان سلمان مدري سلمان حاي أعطني الاسم والله ما ادري شوف انت من حي بس الو السلام عليكم بركه يلا حي عساك طيب الله يحييك ان شاء الله وش اسمك سليمان العقله من حايل ونعم ونعم يا سليمان كيف حالك عساك طيب ما عليك جود الله يسلمك يا مرحبا والله شرفتنا وانستنا بتواجدك اليوم معنا الله يشرف مقدارك يا حبيب قلبي ونحبكم يا الحايل لكم محبه خاصه ترى الله يجزاك بخير ان شاء الله شعر ربي يرفع قدرك عندك تعرف على الصوت وعندك قوه التركيز وعندك سؤال
اي حاجه عندك حلوه. تعرف على الصوت حلو عشانها من عندكم بدر ضبعان ها؟ ايه معلش قريب يعني معلش. يلا خلينا ناخذ تعرف على الصوت ونرجع احنا وياك. كم حايلي مغترب عنها وفارقها يا شافها بالصور كنه يشوف امه يعد ساعاتها ويحسب دقايقها واسمه واسمه على طول يتردد على فمه. هاي سليمان معاك تعرف من هو ذا اللي جاب القصيده في حايل؟ بدر الضبعان. بدر الضبعان والمبروك تستاهل يا سليمان والمبروك والله. وكل اسمه ايش؟ كل والشاعر اللي يقول في حاله ايش يقول له؟ كل ما نام قربك طالبك صحة وحبني مثل حب الشمس الحالة مثل حب الأنوز الطري الدحية ذكرت. والله تقول لي مرحبا مليون يا بردك. مرحبا مليار. وانا حسبتك هذا سعد اللوش تقول لي مرحبا مليون يا بردك. افكر انا حسبتك تاخذني من احضاني. شكرا على حضورك شكرا على وردك شكرا على كل شيء الا الاحزان. الله الاحزان احلامي اكبر من احلامك ومن وجدك لذلك اعاني لذلك اعاني لو ان خططك مدروسه ما وعدك يمديه جاها من الاجرام ما جاني ما جاني تجرحني اسفك تقتلني ما هو بقصدك ما ادري نسيت. سلام ورحمه الله وبركاته. حي الله الموزه حي. واضح ان المكيف طافي احس ملال المكيف شغال كويس. وش اسمه ترى مني في اعتذر مش عن اي عنك مال الحلقه لانه ضريف تعبان الله يقويه امين ويشفيه امين ويعينه يا رب لانه صراحه انا مبسوط والله انا مبسوط. ابو ايش ابو محمد ابو محمد اجر عافيه والله لا ترتاح والله انا والله اول ما دخلت اشوف الضرس اقول ليتك ما جيت من غير شر تعبان الله يا رب يشفيه الله يقويه الله خير ولا وجع ولا وجع الضرس ولا هم مثل هم العرس صحيح ترى مع أرين من بريدة وأنا جاي سروح سروح وأنا جاي يقول لك دوار الشمس والقرع بس هذول مصادر اللب يسمونه قلتها ولا لا بزر ودوار الشمس بزر بالشام دوار الشمس يسمونه لب. طيب في اتصال يسمونه قلت لك يا مرحبا والله ومسهلا يا هلا وسهلا هلا اليوم اتصالات أهل القصيم عليك ويا أكبر شرف والله العظيم إني أكلم أهل القصيم. إي والله استشكا قوية كذا نقصي صوت التلفزيون ممكن؟ مقصر ايش؟ مقصر. طيب الان بالله دقيقة خلنا اسمع من وين تكلمينا؟ من القصيم؟ من القصيم. يا هلا وسهلا بأهل القصيم. الحين ريالتي شو راح؟ في تعرف على الصوت في قوة التركيز في سؤال اختاري واحدة. تعرف على الصوت. يا سلام مع تعرف على الصوت. اسمعوا اسمعوا ومسك عبيرها لم يرحلي والذكريات تتيه في وتنجلي. ايش عندي؟ جاء مين هذا الصوت؟ ايش من هذا الصوت؟ مين صوت مين؟ محمد عباس. محمد عباس عباس محمد عباس. يا سلام ألف ألف مبروك فازت معانا بالسحب اليومي بالسحب النهائي وفازت معانا أهل القصيم اليوم فاز معانا. يا سلام عليك. أنت مستوي ترى الموز. آسف أقعد. أي والله صدق حلو والله صاير ظريف مجودي اليوم مرة شربات شربات شربين يا أخي لا ممكن ممكن تعيد من جديد. يلا يلا يا أخي جاتني رسالة بالواتساب تذكرون الطفة ذيك اللي كذا اول ما ترسل رساله والله لا ارسل لا اله الا الله انت يقول لك تراك حلفت تراك حلفت ارسل انا قلت لك ارسل الحين واحد شو بيرسل الشيطان ينظر فيك لا واحد شيطان جالس يغريك لا تقول لي حقه السياره لا يقوى في محشش كذا ارسل نكته حلوه في محشش شاف عماره طويله وقال لا اله الا الله بعدين شاف حفره بعدين قال سبحان الله اخر شيء قال لانها نكته انت قلت كل الاذكار لذلك ارسل النكته للجميع صادق يا شيخ الدين كاميرا خفية مو كذا اعوذ بالله والله اني صادق هذه بسيطة هذه هينة شفت رسالة في الواتساب جات اللي واحد ربح سيارة لكسز يا حبيبي واشترك ومدري وش اشتراكت انا قال ارسلها للي عندك في الواتساب صح قسم بالله شلت الحظر على اللي عندي كلهم واضح انها وين الله يهديك شلت الحظر على اللي عندي كلهم ارسلت وتصالحت مع ناس كنت بتزعل معهم بسبب الرساله ذي في النهايه ما ربحت شيء يبغى يدور رجعت حضرتهم رجعت حضرتهم لان موقع يسجل عدد المشاهدات في الدخول وين رجعت اقسم بالله عدد عنده
تربح حساب موقعك لا لا هذا هذا الحساب هذا اصلا يعني تجاري ايه كم التجاري يقول انا عندي دخول كم اصلا في اليوم وكم دخل عندي في اليوم وكم دخل مشاهدات عندي اليوم وكم واحد سجل عندي وهي اصلا روابط غلط في غلط مسجلينها بس ما ثانيه بس إيه هي الزيارات انا حددت الا بس اسال الان تجي رساله في الواتساب يقول ايش معرفه المزيد كلنا كلنا ما ادري ليش قد الاستغراب الشريحه الثانيه اذا جات شريحه الاس تي سي تصير زي كذا انا عندي واحد كلها تحتاج مزيد تحتاج مزيد قلت له اخذنا هاكر ذا ولا اخذنا رابط لا 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 ما فيروس لا 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 ما, ما نفس النظام عندي حق تمريفي ولا حقتك بس دقيقه بسالكم سؤال انا ما حددتكم في رساله حق السياره لا ما جات خلاص ورقه مجيد مجيد خلاص منيف منيف والله منيف اللي تشوف اللي منيف اللي تشوفه اجهزه منيف يلا يلا وين انا ايش في رجال زي شارك رجال اهم شيء الفوز نطلع لوكيشن انا احب الوطن ادور لك لوكيشن هنا ايش رايك اصير كني مستانس كأنك ورده عاد والله بجنبك اصفر نفس هو يتوقع انك تنزل تحت بسم الله الرحمن الرحيم هنا لا عاد مو بدايم تحت عندنا ان شاء الله منى من اليمن يلا من هو منى من اليمن ونعم في ذمتي منى السلام عليكم منى السلام عليكم كيف حالك اختي منى كيف حالك؟ الحمد لله ما ودي اطول عليك الله يطول بعمرك بس كيف كيف الاوضاع اوضاعكم في اليمن عساكم مرتاحين ومطمئنين ان شاء الله تمام الحمد لله دائمه دائمه ان شاء الله ومنصورين ان شاء الله باذن الله اختي منى باقي عندك ثلاث خيارات وش تختارين منهم طيب هو انت دقت على البرنامج طيب عندك تعرف على الصوت وقوه التركيز وسؤال انا اقول تعرف على الصوت حلو وشو تعرف على الصوت تعرف على الصوت طيب عطونا تعرف على الصوت تعرف على الصوت عطونا تعرف على الصوت في الافكار تتغير حلو نظريه ان مثلا الرجل الشرقي او الرجل الغربي نتكلم عن العام الغالب اللي هي العاده اللي احنا نعيشها ان ما نحب نتغير ودائما نقول حتى في امثالنا وعاداتنا نقول ليش الله لا يغير علينا صح أيه. علمين يتحدثون عن فكره الصوت اختي منى اختي منى اختي منى قولي هاني العنزي وين قطعت صوت؟ هاني العنزي هاني العنزي هاني قولي هاني ارفع صوتك ارفع صوتك هاني قولي هاني تست 1 هاني العنزي يعني انت تقول هاني هاني العنزي المحامي وش تتكلم هاني العنزي يقول مهامي وش سوى؟ انا ما ادري عنك ليش تقول كذا عشان كذا بسرعة لانه دقت من اليمن عبد المجيد قول هاني العنزي هاني العنزي مبروك دخلت معانا السحب يا صح دخلت معانا السحب والله مبروك الف مبروك لانك اتصلتي من برا المملكه وتكلفتي ومتاكدين احنا دفعتي واجد ريالات علشان الاتصال هذا فلذلك لك مننا مبروك تريليون مبروك جراسيس على الاتصال مبروك الشور بيت انهم استقبلوا هذا الاتصال غالي شكرا مشاركه حلوه مشاركه حلوه دخل اهلا اهلا انا سألتني طفل مشاركة حلوة شكرا لا هذه أعطيها لايك والله مجيد اليوم حسيت أنه مجيد اليوم اليوم والله مجيد اليوم أحس أنك يعني جالس جاء أقصف أقصف وين تقصف إيش بالعادة معلومات أقصف معلومات سرقها مني هذا خلاص هذا صار يطبق تجارب يا رجال صار والله صار يطبق تجارب جابها من راس طبقت في هذا وجيت اللوكيش رايك اللوكيش بس ما له علاقة بالتطبيق ترى بس وين التفاحة وين التفاحة كان آخر اتصال مع مجيد حبيبي نبغى بالتفاح والفراولة موجودة بس فازت والله صح اللهم لك الشفيع والله يا عليم عليم انت عليم ورب الكعبه يا دايري يا اكيد دايري غد قرقب قرقب دايري كل ما اتكلم بس اسال وين التفاح خلاص كذا يسكت انت لا والله رد علي رد حلو وين التفاح الفراوله موجود استر عليك ما عندك طقطق علي ما هو انا طقطق على السرور لا والله ما طقطق الله يرفع قدرك الله يرفع قدرك الله يرفع قدرك اي تفاح تبغى ايش؟ ايش تبغى؟ اي كف في كف في كف في كف في كف في كف يقول اي تفاح تبغى اي تفاح تبغى ايش قال ايش قال يقول اي تفاح تبغى يعني قصده اي كف اي تفاح انت تبي اي كف اليمين ولا اليسار انا ترى مسالم مسالم شخص مسالم انت تقول يمين ولا اليسار اليمين عشق ثلاث غلطان هذا مو تفاح هذا مو فراوله عليك هذا جزر سيد جزر قصدك نكتب بعدين سيد جزر
الحين لابس فنيله العيد انت ولا انت شخصيا؟ اللي قبله حلو هذا حلو. دقيقه 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 ايش عنده؟ والله طقم طقم على الجزمه وش اسوي؟ الفنيله بعدين احسك طايح بس والله احسك طايح في زبادي يا ابوي. لايك 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 عط لايك. لا ما في لايك. طيب انا عجبتني اللي قبله والله خلاص. ايه صدق كمل ولا لا؟ دقيقه شباب صل على النبي. شباب حبي شباب شباب يا حلوين يا احلى نكوتيين يا حقين الطقطق يا زحفين. انت اسمع في مقطع الجمعيه نبغى نشوفه. تسمع